يا اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين الكرام مع حلقه جديده لبرنامج جي وقتك طبعا لما بنقول جي وقتك بنقصد هو ده معاد جميل قوي علشان ربنا يباركك علشان تتعلم علشان تاخد من ايده حاجات حلوه قوي بيجهزها ليك النهارده هنتكلم في موضوع اعتقد محتاج من حضراتكم تركيز شويه يمكن ما فيش تليفونات النهارده لاني معلش يا قسيس اشرح الحته دي ناس كتير قوي بتقول لنا قللوا التلفونات عايزين نتعلم يا جماعه يا جماعه كل شويه تليفونات فدي حلقه هي من غير تليفونات علشان نتعلم ونستفيد من ضيفنا الكريم العزيز طب نقدم الضيف الاول ونقول عنوان الحلقه طب خلينا نقدم الضيف الاول معانا النهارده جناب القسيس مدحت وديع اهلا وسهلا بيك يا جناب الاسيس اهلا الاسيس مدحت راعي الكنيسه الانجليزيه بشبرا النزهه القاهره وعنوان الحلقه يا آه. عنوان الحلقه تعليم يسوع هل قابله للتطبيق في هذا الزمن <applause> اول مره الضيف يقول لنا عنوان الحلقه طب اقوله انا مره ثانيه <applause> ده معناه انه يعني انك انت يعني واخده كله كده يعني حزنك انت بتفكر فيه جامد قوي آه موضوع ف... صعب هو فعلا هل تعليم الكتاب المقدس ابعد عن التطبيق طيب اعتقد هي سهله بالعربي ومش هنترجمها لان اكيد مفهومه طيب اسيس آه يعني انا عايز بس اكون واقعي وعملي وما اخدش الكرسي الكبير قوي اللي فوق والناس كلها تحت لا انا عايز ابقى مع الناس عايزين ابقى مع البشر عايزين يعني ايه لا نحمل الناس احمالا ثقيله ونقول دي لازم تشيلوها لا خلينا نشوف ولا نحملهم حمل خفيف برضو خلينا نقول الواقع يعني خلينا نقول الواقع الواقع ايه والمنطق ايه واحنا في قرن يعني الـ 21 ده زي ما الناس بتقول في كل حتة العالم قرية صغيرة, صغيرة ويعني الوضع محتاج ان احنا نقول اعيش ازاي الكلام ده النهاردة بس انا عندي كلام كتير قوي بس خلينا الاول ايه نسأل وحضرتك تجاوب لينا اشكرك ابونا الغالي للاستضافه آه. اولا ربنا يعني يبارك اشكرك انك ميرسي احنا بوجودك يعني, يعني. يعني اشكر انا ما فعلا الموضوع مش سهل ايوه أه لاسباب كثيره جدا مم. جدا أه في وقت احنا عايشين في عالم صعب وزمن صعب و... وعندنا تحديات ان احنا ننفذ حاجه الكتاب وصايا الكتاب تعليم الكتاب في وقت زي كده اه, أه خلينا بس ابتدي بحاجه مع حضرتك من من الاساس يعني انا شايف كلمه تعليم دي حاجه كبيره قوي هي التوب هي الحاجه اللي من فوق اه خلينا نبتدي الاساس لاني انا شاعر حرسيس يعني انه لو انت قلت للناس تعاليم ووصايا هتبقى حاجه تقيله قوي قوي عليهم يعني يعني انت كانك بتلزمهم بحاجه بس افتكر المسيحيه والكتاب المقدس والمسيح ما قالش كده قال حاجه تانية خليني مثلا اقول لحضرتك ايه الاطار اللي بيطلب فيه تعليم الكتاب يعني مثلا شاهد لما بيتكلم في متى 11 متى مم. 11 لما بيقول احملوا نيري عليكم لاني نيري هين وحملي خفيف تعلموا مني لاني وديع متواضع القلب آه. قبل ما يقول انا عايز احط النير قال حاجه مهمه أوي 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 تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيلي الاحمال وانا اريحكم طيب الآية دي والكلام ده بيقول حاجة مهمة جداً، بلاش أطلب تنفيذ وصايا وتعاليم من واحد مش مرتاح في المسيح. فالإطار المهم أوي قبل ما أقول لواحد إعمل كذا، قبل ما أقول لواحد صوم، قبل ما أقول لواحد إغفر، قبل ما أقول لواحد إعمل كذا، حب عدوك، هو رقم واحد هو مرتاح في المسيح ولا لأ؟ لأن كده الوصايا هتبقى حمل، حمل. اه انت حضرتك تفتكر الموضوع بتاع المجمع اللي اتعمل في اعمال الرسل اصحاح 15 لما بطرس وقف قال بلاش نحط احمال على الناس احنا مش هنقدر ننفذها ولا هم هيقدروا ينفذوها فالبدايه هي الاطار اللي بتتعمل فيه وصايا يسوع ايه هي الاطار اه انت جبت لي يعني حضرتك جبت الاخر للاول والاول للسماء <applause> <applause> <تصفيق> فأنا <تصفيق> ما عنديش مشكلة إن حضرتك جبت لي المفتاح الأخير ده شيء جميل جدا آه لكن خليني أقول سؤال بسيط للأسيس مدحت ما هي التعاليم اللي تشوفها في الكتاب المقدس حضرتك ما تنفعش نعيشها النهارده أو خليني أقولها لك تاني عشان بس حضرتك ما هي تعاليم الكتاب المقدس اللي تشوفها حضرتك انها صعبة انها تتعاش النهارده. بلاش بقى نقول ممكن تتعاش او ممكن في ايه ايه صعب هنا ايه صعب هنا اقول ده تمام ده صعب شويه. انا مش هاجي المفتاح اللي انت اتكلمت عنه في انجيل موضوع آه. ده دلوقتي مش عايز المفتاح ده سيبه دلوقتي شويه خليني بس اه خليه هنرجع له بس قول لي ايه هنا صعب انا عندي انا عندي شوية حاجات صعبة بس عايز اسمع حضرتك الاول. طيب. أنا, شايف آه. حاجة آه. انا شايف حاجه حضرتك انا شايف حاجه انه انا هكتب وراك تمام ماشي <applause> قولها لي واحده واحده كده وبالراحه آه. آه. فضل. اه انا شايف انه ما فيش حاجه من تعليم الكتاب صعبه لما تتفهم صح ما هو برضو مش عايزك تفهمها لي صح دلوقتي مم. سيب لي تفهمها صح دي إيه عناوين يعني ما انا ما يعني ايه حضرتك ما توصلنيش لدرجه الامتياز وانا ما خدتش السلسله الاعداديه انا لسه في اولى ابتدائي طلعني حضرتك بس انجح الاول في الابتدائيه وندور على مثلا موضوع آه زي الغفران مثلا دي خض... حاجه يعني من الحاجات الصعبه آه يعني انت حاسس قضيه الغفران دي قضيه صعبه تتعاش النهارده آه آه بجزء هنعرف كبير هنعرف ليه بعد شويه آه بس آه آه يعني لهم عشان الساده المشاهدين يعرفوا ايه القضايا اللي بنقول صعبه تمام اه يعني فضل قضيه زي الغفران الغفران قضيه واحد زي آه آه سلام مع الناس ازاي يصنع السلام مع الناس آه آه السلام يعني مع الناس صنع السلام مع آه البشر آه 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 مم. محبة الأعداء محبة الأعداء في قضية تقدر تقول عنها الكمال مثلا إن الواحد زي يعيش يكون كامل آه آه الكتاب آه. بيقول كونوا كاملين كونوا كاملين إيه دي المقصود دي بحاجة زي كده آه يعني الكمال كونوا كاملين. كونو كاملين ها حاجة تاني؟ آه حاجة تاني؟ يعني تقدر تقول مم. موضوع المحبة المحبة مم. طب مفيش حاجة تاني آه حياتية حياتية حاجة كده البشر بيعيشوها آه كده الطلاق ورد. مثلا الطلاق اه ولا بقى ده ولا ده يزعلك الطلاق, الطلاق الميراث ايوه كده اديني كده الطلاق, الطلاق والميراث الميراث ده احنا قلنا واحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة سبعة عم. اقول لهم تاني سادة المشاهدين انتم مركزين معانا ولا ايه؟ ما تروحوش بعيد الموضوع ده جميل جميل جدا طيب بنقول كده الغفران صنع السلام محبة الأعداء كونوا كاملين المحبة الطلاق الميراث عندك حاجة تاني؟ لا ده كويس جدا ده كل موضوع عايز حلقه <تصفيق> <تصفيق> كل موضوع عايز حلقه كامله <applause> فعلا صعيبه ليك طيب معنا نقول لسادة المشاهدين غطينا ايه ونوعدهم ان احنا في حلقات ثانيه نغطي يعني طيب تحب تاخد اي واحده فيهم قضيه نتكلم فيها يعني احنا ممكن نشاور على كام حاجه بقى. يعني نبتدي في آه آه كام حاجه آه أنا مثلا احب اتكلم على الغفران السلام لا لا, 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 لا خلينا اخد الغفران لا 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 لا. اه الغفران شوف انا شايف حضرتك من النوع الضيوف اللي تحب تلم كل حاجه في حاجه واحده تصطاد لك عصفورين بحجر واحد 20 عصفور يعني او 20 عصفور بحجر واحد <applause> انا انا مبسوط جدا من كده بس لان نسبه التركيز عندنا مش قوي حتى انا مش بركز زي زمان بصراحه فأنا عايز إيه؟ أخدها واحدة واحدة، فتعالى نقول الغفران، تمام ماشي؟ قول لي إيه بقى الصعب في قضية الغفران؟ إحنا دايماً بنصلي الصلاة الربانية "واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا" آه المذنبين آه اللي لينا آه طيب هو في حياة من غير إساءات؟ لا ما فيش حياة من غير إساءات <applause> أنت وأنت ماشي في كل حتة تحصل لك إساءات آه. إساءات نفسيه ممكن في بعض المرات إساءات جسديه وده بيحصل لناس كتير يعني خصوصا مثلا اطفال صغيرين مم. ما يقدروش يدافعوا عن نفسهم تحصل إساءات لفظيه آه احنا عايشين في في البلد في الشوارع الإساءات حدث ولا حرج يعني أوه. انت انت ودنك بحاجات كتيره جدا أوه. قد تحدث اساءه من جارك مه. في السكن مه. مه. قد تحدث اساءات من الكنيسه الناس أوه. اللي في الكنيسه اهلك اهل بيتك مه. اللي في الكنيسه مه. قد تحدث اساءات من اخواتك في الجسد مه. مه. من 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 الاب او الام اساءات متعدده متعدده بانواع متعدده متتقابل. حقيقي وانا اعتقد ان في انسان بعيد عن موضوع الاساءات أوه. يعني ما فيش واحد فينا ما عداش انه تمت الاساءه ليه لان احنا كده هنبقى في عالم افلاطوني احنا مش كده لا طبعا يعني المهم ان اسيء الي صح كده بالظبط او انا اساته للاخر يعني آه خليني اتكلم من ناحيه أن اسيء الي آه خليني في حته انا يعني اسات انا اسات للاخر دي, دي عايزة سكه ثانيه ده محتاج التاني يغفر لكن خلينا فانا اقدر أعضر ما اقدرش آه. طب اسيء الي بقى يعني يعني شايف حضرتك قضيه الغفران شايفها ازاي فلما يساء إليه طب بص حر أنا, أنا شايف أكتر من حاجة أنا شايف أنه لما تتم الإساءة إلى شخص آه. ده معناه أن في جرح وهذا الجرح ينزف ودايما الشخص المجروح سهل جدا أنه يجرح غيره فلازم يشفى فالشخص المجروح من الإساءة ده هيفضل يسيء لناس تانية هتبقى في دايرة شخص مساء إليه يسيء فلا فلابد أن الدايرة دي تقف بشفاء للشخص اللي بيسألي يعني أي واحد بيتجرح نتيجة إساءة أو أي إساءة بتعمل جرح في الشخص طب لما م. تعمل جرح في الشخص يعمل إيه؟ هل رقم واحد يتجه إلى الشخص اللي أساء إليه؟ لا هل رقم واحد إن هو ياخد قرار بالغفران إنه يغفر له ودي تحل المشكلة؟ لا الواقع بيقول لا الواقع بيقول إن الذاكرة تحتفظ بالإساءات فالبداية في موضوع الغفران أنه يحدث نوع من الراحة الإلهية الراحة الإلهية والشفاء الإلهي دي محتاجة وقت وقت فأنا ما شجعش أي حد تمت الإساءة لي يدخل على طول بعد الإساءة في حتة أنا هاخد قرار أن أنا أغفر إزاي؟ أنت محتاج تشفى محتاج لمسة محتاج الرب يلمس الجرح ده يضمد الجرح ده آه. يوقف النزيف ده ده دور الهي م. طب ما دي يعني سوري معلش عشان برضه اقول القرن ال21 دلوقتي الاساءه ليا دي اسيس حد اساء الي مره ماشي يعني احاول ان اشفى من هذا الجرح زي ما حضرتك بتقول انا بكرر حضرتك بتقوله م. يعني م. لكن السؤال هنا بقى لما الاساءه تكون مستمره يعني ايه مثلا حد بيسيء اليك كل يوم لمده 30 سنه آه اعتقد اعتقد يعملين. اعتقد لابد من وضع حدود فواصل آه. اعتقد ان لازم رساله توصل للشخص الذي يسيء الى شخص اخر باستمرار انه في حد لا يجب ان تتعدى ربما لو كان الشخص إليه شخص صغير في السن اللي يحط الحد ده الاب او الام ربما يحط قائد في الكنيسة ربما يحط حد بس لازم توقف الإساءة لكن يتعاش في القرن الواحد وعشرين هل أستطيع أن أغفر ده السؤال أغفر طبعا أقدر أغفر أقدر أغفر بس حتى أ... لو الإساءة مستمرة لا لازم توقف الإساءة حسيس إذا لازم توقف الإساءة لازم توقف الإساءة يبقى مش معنى أن أنا أغفر التانية يستغل هذه الفرصة ويسيء إلي وأنا بغفر تمام تمام في في حاجة بسيطة جدا جدا في طرق في طرق طرق تدريجيه للامر يعني هفترض هفترض انت حضرتك يعني قائد وشخص رائع ربي يباركك بس هفترض حضرتك اسات ليا هعمل ايه انت احرجتني في موقف عملت مم. حاجه معينه ما <applause> <applause> هعمل ايه انا ببساطه الخطوه الاولى الخطوه مم. الاولى انا هتجه للشخص بلغه بسيطه جدا اقول له فلان انا اتضايقت من اللي انت عملته اللي انت عملته ده بيجرحني تمام ارجوك ما تعملهوش تاني ارجوك ما تتريقش عليا وسط زمايلي ارجوك ما ما تقولش كذا. ما تصغرنيش تاني وسط الناس ما تعملش كذا صحيح. في الحته دي هتجه للشخص تمام أه. ثم انتظر رد فعله ايه اذا لقيته بعد الكلام ده مصمم يكرر الموقف تاني هقول له هنا في حد هنا الحد هنا العلاقه بيني وبينك لازم تقف ما تتعداش الحدود دي الحاجه الثالثه انا مش الدور كله انساني في دور انساني وفي دور بشر الهي في الموضوع ده الدور الانساني انا بحط حدود بوقف الاساءه بعبر عن مشاعري بالضيق الدور الانساني كمان في نقطه مهمه جدا قبل ما انقل للدور الالهي الدور الانساني انا محتاج بيئه امنه تحتضني شوف احنا في زمن زي ما هو زمن متعقد قوي هو زمن الشخص لوحده كل واحد لوحده قافل على نفسه إحنا مش عندنا المجتمعات المفتوحة دلوقتي، الناس لوحدها كل واحد في حاله، كل واحد بي بيغطي على نفسه بيداري على نفسه، فتلقى الناس مجروحة وقفلت على الجروح بتاعتها. إحنا في زمن أكثر إحتياج لحاجة اسمها البيئة الآمنة. أنا محتاج اتنين تلاتة أربعة بيئة آمنة أخرج مشاعري جواهم. إن أنا أخرج المشاعر ده هيحصل نوع من الشفاء، هيحصل نوع من الراحة. بعد هذا النوع من الراحة انا محتاج اتجه للشخص الثاني مره ثانية واقول له تيجي حاجه ثانيه الدور الالهي يعني انا اللي اتكلمت فيه ده دور انساني كله انا محتاج فعلا لمسه من الله اه يعني معلش يا سيس انا ما بحبش اقطعك بجد لكن اتفضل انا براحتك عشان برضو الساده المشاهدين يكونوا معانا يعني حضرتك بتقول في في غفران هنا في الكتاب المقدس بيقول في غفران لكن ما اسمع لناش الطريق الطريق انت الطريق للغفران ما ادانيش خريطه حضرتك بتديني خريطه دلوقتي ان اروح له اكلمه اذا اروح اتكلم القائد عملت لي درجات معينه هنا الكتاب في بعض الاحيان قال درجات لكن ما اعتقدش في غفران قال كل الخريطه يعني لا طبعا آه. مفيش الخريطه مفيش الطريقة مش مع فانت طبعا. اه فانت حضرتك بتقول هنا دلوقتي آه آه. فأنا انا عايز بس تبسط للساده المشاهدين هذه الخريطة اللي اتقالت دي دلوقتي برضو كتابية ولا دي متحتية <اللام> <applause> أعوذ بالله من متحتية دي <applause> آه طبعا إحنا بنجتهد في نظرتنا <applause> للكتاب لكن خليني أقول لحضرتك لا هي يعني, هاي. يعني خليني أقول في حاجة إنه آه لما بيقول إن أخطأ إليك أخوك اذهب إليه وعاتبه أيوه يعني دي حاجة كتابية مش مدحتية في الحتة دي. <applause> الحاجة الكتابية انه روح قول اللي قدامك. اه. انا اتوجعت في ايه؟ اذهب اليه وعاتبه. اه اذا كتابية. أو. أو. تمام. ثاني حاجة لما بقول التعبير عن المشاعر او التعبير في بيئة آمنة. لما بيقول في رسالة افسس صادقين في المحبة. يعني ايه صادقين في المحبة؟ اه. يعني أنا هقول الحاجة بصدق. مش هبقى موجوع واقول انا سليم، مش هبقى متضايق واقول انا مرتاح. آه. صادقين. فعلا. ناس كتير كده ي... لا, لا ما يقولوش مش. الحقيقة. لا ما هو دي م. دي 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 اوضاع احنا آه. ورثناها وعشناها لكن لا صادقين في المحبة، انا عايز اعبر عن شعوري. لكن هي ارجع تاني برضه يا استاذ مدحت هي سهلة. متاحة. متاحة للي يفهمها صح. ان اقدر اغفر. طبعا متاح طب لكن انت قلت حته قبل ما اجي الحتة امم عايز اقولها أنت لحضرتك قلتها قلت ان الغفران ليه الخريطة لحضرتك قلتها لنا وجبت لنا ايه من الكتاب وشيء جميل جدا بس قلت ان الاساءه لا تنسى لا تنسى حضرتك قلت كده انا ما قلتش مظبوط كده ايه الدليل على كده يعني ما يقول لك يعني فيه في تعبير انجليزي يتقال كده آه يعني مش قصدي اتامرك على المشاهدين بس في تعبير انجليزي يقول لك فورجيت اند فورجيف يعني انسى واغفر ومشهور قوي هل انسى فعلا انسى واغفر هل انسى فعلا واغفر ولا عمرها ما تتنسي هي في الذاكره آه اظن اظن آه. يعني خلينا بس نوصل لحاجه في العقل الانساني العقل الانساني في حاجه اسمها الذاكره آه. الذاكرة في العقل مم. الانساني. مم. انا مش بتحكم في الذاكرة بتاعتي. انا مش بعمل كده ديليت لحاجات وبكمل حاجات. هو مش زرار يعني. اه مش زرار هي موجودة مزرق. في الذاكرة. انما النسيان معناه ايه؟ معناه آه. ايه؟ يعني خلينا ناخدها من المفهوم الالهي انه لا اذكر خطاياكم فيما بعد، هل ده معناها ان انا ما عملتش الخطايا دي؟ لا انا عملتها، بس الله بيقول لا اذكرها انا هنساها كانها ما اتعملتش. النسيان في الحته دي يقول حاجه انه في احداث في الذاكره واعتقد حضرتك وانا نقدر نجيب دلوقتي حالا احداث من وقت الطفوله لغايه دلوقتي نقدر آه نستدعيها آه مش ملغيه انما النسيان حلو انا استدعيها دي <applause> لا تعالي صدقني فعلا ديك كو... تعميل قوي فعلا فعلا <applause> ده حقيقي يعني انا آه بس عايز ابقى واقعي شويه بليز آه إنه نقدر نستدعي الأحداث دي ونتذكرها، ناس تقدر تفتكر لغاية دلوقتي مدرس أساء لها في الفصل. بنت تقدر تستدعي ذاكرة إن حد أساء ليها، ولا طفل صغير حد أساء ليه، وهكذا، حد في مدارس أحد حد أساء ليه، هو فاكرها لغاية دلوقتي، النسيان مقصود بيه إيه؟ في حاجة إن الأحداث هتفضل في الذاكرة، بس في نقطتين هيحصلوا. في حاجه اسمها شفاء الهي شفاء الهي هتفضل الاحداث في الذاكره زي ما هي الشفاء الالهي لما افتكرها ما توجعش اه شوف شوف <applause> جميله جدا اه يعني اذا هي موجوده حتى لو في طلعت الزكرة. على الساحه ما توجعش ما, ما توجعش منها وما تقودنيش بإن انا مجروح فاجرح غيري وادايق غيري ما تبقاش عندي عقده اه يعني ما مثلا ممكن... عندي كلكعه جوايا آه، آه،, اه اه ما يبقاش عندي كلكعه ولا عقده لان انا يعني ايوب قال انه تنسى المشقه كمياه عبرت هقول لك مثلا حرسيس مثلا المصريين المصريين اللي اساءوا لشعب اسرائيل بحسب الكتاب هل طول التاريخ الاسرائيليين نسيوا الاساءات اللي حصلت ده تلقى بعد كده لما يكتبوا الانبياء اللي جم بعد الخروج يقول لك ان كانت مصر اتون نار اتون يعني في الذاكره في الذاكره لكن حصل نوع من الشفاء الالهي للذاكره الجماعيه للذاكره الجماعيه ويحدث الشفاء الالهي بامور كثيره جدا يعني الشفاء الالهي بس انا عايز ارجع لنقطه ايه ان الشفاء الالهي لما يحصل ليا عندما اتذكر الاحداث خلاص ما بتوجعنيش ما بتوجعش انا انا حر من جوايا وده الشفاء بقى وده الشفاء أنا لكن ما فيش ديليت للميموري ما ديليت لا ديليت ما فيش لا اعتقد ان في ديليت لانه ذاكره الانسان يعني ربنا عمل الانسان كده يقدر يتذكر يعني ويل دليل واحنا قاعدين نقدر نتذكر دلوقتي احداث كتيرة جدا مش هنساها انا انا في فرق انا مش هعيش باسلوب النعامه يعني ايه باسلوب النعامه اللي تدفن راسها في الرمل وتقول ما فيش مشاكل انا ما تعرضتش لحاجه انا زي الفل لا انا تعرضت لحاجات الرب شافاني وعديت مواقف وممكن اساعد حد تاني جرح بنفس الجرح تمام واقول له ازاي انا بفتكر وما توجعش بالظبط يعني شوف حضرتك ساده المشاهدين يعني معلش, معلش معلش حاول انك انت يعني التعبير ده تفتكره دايما افتكر بس ما تتوجعش عجبتني قوي لان لان في حاجات كتير قوي حصلت اساءات في حياتنا ما احنا بشر يعني وبفتكرها بصراحه بس هو في كم حاجه لسه بتوجع منها فيمكن اخف على ايدك بقى <تصفيق> 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 كلنا 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 طبعا احنا احنا في اناء بشري ضعيف بس عايز اقول لك مثل تاني اتفضل نفتكر بس قصه من الكتاب يفتاح قاضي آه. من قضاء اسرائيل يفتاح ده كان ابن امراه ايه؟ اه زانية زانية اخواته طول عمرهم بيعيروه بالاصل بتاعه تمام؟ فجي وقت جه وقت اختاروا الله علشان يقود الامر ده بس بسبب المعايره هو خرج عمل عصابه بره يعني عارف القصه بتاعت سفر خرج آه. عمل عصابه بره لانه يعني موجوع المجتمع كله بيسيء اليه لكن اظن ان يفتح ده خد لمسه شفاء من الله ايه الدليل؟ اما رجع ما انتقمش من اخواته ما هو ده الدليل بقى فالغفران هو مش موضوع ان انا اقعد مع نفسي اقول اغفر 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 خد قرار خد قرار خد قرار لا مش هو ده الغفران غالبا ده حاجه بتبقى سطحيه حاجه بتحصل في الذهن لكن الغفران هي لمسه تخليني ما توجعش وما عاملش الناس من الالم بتاعي زي واحد عنده جرح امم وفي اربطه على الجرح ده الاربطه دي لو حد لمسني هتوجع مش هقول انا ما عنديش جرح ما انا ما عنديش جرح لا عندي جرح فاستنى لغايه ما يخف الغفران محتاج ادي لنفسي وقت، وقت انا مش تحت الزام ان انا لازم اغفر وانا لسه مجروح، لازم الجرح ده يخف اه يعني حضرتك بتقول اني افتكر ما توجعش وادي وقت للغفران فكره ادي وقت للغفران، عايز اسال حضرتك الاحسن ايه؟ الاحسن في النور ايه؟ ان انا آخذ قرار سريع ان انا اغفر وانا لسه مليان بالوجع ولا استنى على نفسي شويه لغايه ما اخف وابقى كويس ويجي الغفران كنتيجه كنتيجه طبيعيه لحاجات حاصله جوايا ايه الاحسن ايه الاحسن لو حد اساء ليا إيه هقعد تاني يوم اقول الكتاب بيعلمني اغفر اغفر فبغفر وانا دموعي على خدي طب ما استنى لما تتمسح دموعي من على خدي استنى اما الجرح يخف وبعدين هيجي الغفران من نفس مش فيا هيجي الغفران حقيقي حقيقي انا لو خدت قرار سريع بالغفران هفضل اقابل الناس اللي اساءوا ليا وانا موجوع منهم وهيفضل في حاجز من الالم بيني وبين الناس دي طب ما هو الكلام ده حلو يعني ما الكلام ده حلو بس انا عايز اقول حاجه دلوقتي ادي وقت للغفران دلوقتي انا مثلا حد اساء الي النهارده يوم الاثنين الاثنين الساعه 12 الظهر هو اساء الي هدي وقت غفران لغايه الاثنين الساعه 6 بعد الظهر ولا الثلاث ولا الاربع ولا الاثنين اللي بعديه ولا السنه ولا الاثنين لان التطويل ده طب ما ممكن هو اللي اساء الي في دي يرجع يسيء الي في واحده فانا عايز وقت تاني فالمهم على بعض يطلعوا 10 سنين مثلا <applause> لا طب انا من, و... من وجهه نظري يعني وجهه نظر بسيطه قوي قوي انت فهمت سؤال اه 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 اه, آه. <applause> آه, آه. فهمت سؤال انا من وجهه نظري رقم واحد يحصل شفاء وراحه مم. الوقت ده براحتي انا وقتي براحتي ادي لنفسي الوقت اللي انا عايزه بس هاجي للنقطه الاخيره هو هيفضل يسيء <applause> ليا ما هو, ما هو, هو هنا بقى ما على كده ما هو لازم الخطوه اللي احنا قلناها قبل كده الحدود هوقف اه يعني يعمل حدود الاول وبعدين ادي وقت للغفران اه انا رحت ده بيضايقني ده بيسيء ليا سمع قد لا. يكون الحدود بالبعد مرات لو عندي امكانيه البعد مرات مم. يعني مش حق يعني ما لو موظف جنبي في المكتب انا ما عنديش امكانيه البعد قد يكون الحدود بالصمت يعني ان خلاص اوقف الكلام في الحته دي ما فيش لو كلام لو الراجل بيسيء لمراته على طول هي تعمل ازاي هي حدود؟ تزعلت ولا لا ما زعلتش <applause> بس او العكس بس مثلا ده ده او العكس ده. او الست بتسيء في القرن 21 اعتقد يعني هي ممكن تسيء هي يعني العلاقات الزوجيه هتبقى معقده شويه لا بلاش ندخل فيها مش قصدي آه فيها هتبقى معقده آه هتبقى معقده شوية. يعني نسيبها دي شويه اه بس ينصح بسيبها ينصح بسيبها. ينصح, آه ينصح ينصح على وجه السرعه اه ينصح في الحته دي آه. ان كل طرف يعبر للطرف الثاني لو الاثنين بيفهموا لو الاثنين بيقدروا بعض يعبر يعني تروح تقول له انا ده بيضايقني مش انت بتضايقني ده بيضايقني هو يروح يقول لها الحاجات دي بس اللي يسمع اللي م. يسمع يعني من الطرف الثاني اه طب ما ده كلام هنرجع للعلاقات والسلام سوري مش عايزة أجيبك فيها لكن الإساءة عامة تحتاج إلى غفران فالغفران نقدر عليه وليس بالمستحيل أنا صح أم غلط الغفران هو نتيجة آه. لعملية شفاء تحدث في داخل الإنسان بدور إنساني ودور إلهي الدور الإلهي في لمسة الشفاء فلما افتكر الحدث ما توجعش الدور الانساني في خطوات ربما تبدا بالحدود و و و الدور الانساني في انه هاخد امتى القرار وانا خفيت من الوجع واروح للشخص الثاني جميل قوي طيب ناخد قضيه ثانيه عشان بس الحلقه ما تبقاش لان دي تفضل. قضايا عايزين نعيشها في القرن ال21 زي ما اتفقنا هل تعليم الكتاب المقدس ابعد عن التطبيق احنا بنقول لا تعليمه عن الغفران ما هوش بعيد تمام بس في خريطه تمام تمام نتكلم في القداسه دقيقتين كده ثلاثه اربعه خمسه انت نفسك تتكلم في القداسه؟ لان انا, أنا عايز تقصد ايه في القداسه يعني بالضبط ايه يعني؟ اديني تعبير كده حاضر, حاضر مش عارف كتاب. كتابي, كتابي. وانا اقول لك صعب يتعاشي النهارده حاضر كونوا قدسين آه. لان انا قدوس كونوا قديسين اه ايه المقصود اعمل ايه في العالم اللي انا فيه؟ يعني ما تبقاش حضرتك بقى القسيس مدحت تبقى القديس مدحت بالظبط ابقى القديس مدحت ولا اعمل ايه اعيش ازاي البس ايه اتكلم ازاي هل دايما انا انا عشان طب انا ده قد... صعب برضه يا اسيس ما هو صعب, صعب جدا اطبقه ازاي في القانون 21 ايه تكونوا قديسين طب للأمور لي الامور حاضر 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 تعال ناخدها من ناحيه الله مم. يعني ايه احنا بنقول الله قدوس هل معنى ال... اللي في ذهني انا ما هيبص على القسيس دلوقتي احنا عشنا كمؤمنين بموروثات ومسلمات احنا قبلناها من السلف الصالح والاجيال والاباء و و و و وبقت في اذهاننا وسلمنا بيها من غير ما نفكر اللي هي مفاهيم كتيره جدا زي اللي اتكلمنا عنها الغفران زي القداسه يعني ايه اكون قدوس يعني ايه الله قدوس يعني الله هل الله قدوس يعني انا بقى ابص لله كده بقول له انت اخلاقك حلوه أنت مش بتشتم مش بتحلف يا رب أنا هل أنا أتبع الله لأن أخلاقه حلوة؟ ده جزء ده جزء فالوصايا الأخلاقية حتى في الكتاب ده جزء جزء من حاجات كتيرة جدا اللاهوتيين مرات يسموا الجزء ده الإرادة الأخلاقية أو المشيئة الأخلاقية ده ثالث جزء تدرسه عن الله الإرادة الأخلاقية والمشيئة الأخلاقية إنما الله قدوس بمعنى مفيش زيه بمن تشبهونني يقول القدوس طبيعته مختلفة عن كل الناس الله قدوس بمعنى انه عنده طبيعة أخلاقية إلى آسف طبيعة إلهية مختلفة عن كل طبيعة تانية الله قدوس عشان أنا أبقى قدوس رقم واحد لازم تبقى فيه الطبيعة الإلهية لازم تبقى فيه الطبيعة الإلهية رقم اتنين لازم ابقي متفرد بس مش متفرد اخلاقيا بس انا متفرد في موضوع علاقتي بهذا الطبيعه عارف الايه اللي بتقول شركاء الطبيعه الالهيه كلمه شركاء الطبيعه الالهيه بتتكلم عن الهويه بتاعتي الكينونه بتاعتي عارف الكينونه دي يا لما اتكلم عنها انا في الاب والاب فيا بيقول احنا نفس الكينونه احنا نفس الحاجه مم. فلما احنا نفس الحاجه انا سهل جدا امنع نفسي عن حاجات وادفع نفسي لحاجات تانية مش عارف واضح الكلام ده ولا صعب واضح بس انا عايز شويه اسئله بس أبقى. اتفضل آه. اسمعك لا اتفضل اه فالكينونه الالهيه جوايا هي برضو رقم واحد زي ما قلنا الشفاء هو رقم واحد في الغفران انا لما اجي اقول لواحد خليك قدوس عيب كده ومش عيب كده لا احنا ما, ما مش هي دي مش هي دي المسيحيه مش هي دي الروح المسيحيه افعل ولا تفعل لكن البدايه بتيجي هويتي وكينونتي فين انا ملتصق بمين انا ملتصق بالله فالله فيا فعندي طبيعه مختلفه الكينونه بتاعتي من الطبيعه المختلفه دي هتخرج افعالي عارف لما قال من التصق بزانيه فهو جسد مم. يعني قصد حضرتك اني معنى اكون مقدس يعني اكون مختلف دي رقم أفضل رقم اثنين اكون مختلف رقم اتنين لكن رقم واحد شركاء الطبيعه الالهيه اه يعني اكون شريك لط... ما انا مش عايزك تقول كلام كبير صعب احنا مم. اللي بيتفرجوا علينا ناس في كندا وامريكا واوروبا و... لكن برضه في الصعيد فانا ازاي تغطيهم كلهم او حد ما بيبقاش حتى قاري كتاب مقدس اصلا بيتفرج عليك م. ف في بلاد ما عندوش اصلا كتاب مقدس فيعني يعني ايه يعني شريك الطبيعي يعني ايه يعني انا اعرف شريك بمعنى بارتنر يعني ابقى ابقى في شراكه بيني وبينك يعني داخلين في شركه داخلين في في بوكس واحد في صندوق واحد ش... شركاء الطبيعه الالهيه دي كلمه كبيره جدا طب هسال حضرتك سؤال تاني يعني سؤال عكسي اسال <applause> بس أنا مش هجاوب آه طيب هسأله بس بس اسأل براحتك هل حضرتك آه لا تقر إن في أشخاص غير مؤمنين أكثر أخلاقا وأكثر مبادئ وأكثر قيم من أشخاص مؤمنين؟ أه إذا قلت على التانيين مؤمنين أه طبعاً أه 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 طبعاً ففي مؤمنين عايشين آه تمام بس <applause> تمام. المبادئ قليلة في حياتهم القيم آه القيمة قليلة آه آه قليلة في حياتهم آه ماشي اسف الاخلاق برضو قليله شويه ماشي في مؤمنين بالطريقه دي اه فهل الشخص ده اللي عنده اخلاق حلوه هقدر اقول عنه ده شخص مقدس واللي ما عندوش المؤمن اللي ما عندوش اخلاق مش هقول عنه ده شخص مقدس؟ لا هو ملوش علاقه خالص بقى لكن ايه اللي بيميز الشخص المؤمن؟ ما ده بقى القرن ال21 آه. آه. ده انا دايما بحب يعني حضرتك بتجيبني لحته مهمه جدا دلوقتي امم يعني إذا اكون شريك الطبيعه الالهيه في في 2017 ف 2017 ازاي اكون؟ الموضوع ده عايز جهاد بس ده جزء منه الجهاد الاجتهاد مجاهدين ده الجانب اللي وقع مننا في في الحياه المسيحيه انت عارف حضرتك دلوقتي طالع حاجه ثلاثيه ما بين اسمها التعليم الكتابي او التعليم اللاهوتي وفي حاجه اسمها التدريبات الروحيه دي اللي وقعت مننا سنين طويله قوي قوي قوي. يعني يعني اكيد حضرتك متابع حاجه اسمها التدريبات الروحيه. ال ال النظريه دي او الحاجه دي او الاتجاه ده بيقول لا يكفي انك انت تسمع تعاليم الكتاب، درب نفسك على كده. درب نفسك عارف لما بيقول نفس الجزء على فكره بتاع رساله بطرس لما بيقول انتم شركاء الطبيعه الالهيه وقدموا في ايمانكم فضيله. فضيلة، الفضيلة دي القيمة المبدأ، طب أنا ما عنديش القيمة ده، ما عنديش المبدأ، هفضل أقول أنا مؤمن بلا قيمة، أنا مؤمن وبكذب، أنا مؤمن ولساني طويل، أنا مؤمن وبتكلم كتير عن الناس، في حاجة تيجي قدم قدم يعني ده دورك، دورك إنك أنت تجتهد علشان توصل للحتة دي، للسكة دي. أنا بدرب نفسي أنا بدرب نفس حاجة في تدريبات روحية عن الصمت في تدريبات روحية مختلفة كتيرة بس أنا بخلق مبدأ في حياتي بخلق قيمة في حياتي أنت عارف حضرتك يعني تقريبا بيقولوا العادة أعملها عشر مرات عشرين مرة هتبقى عادة <applause> عش <أي> عشر مرات <applause> عشر مرات أنا محتاج أكرر حاجات معينة في حياتي فتبقى عادة عندي آه. فده معناه اسمه اجتهاد بس احنا عشنا لأوقات طويلة المؤمنين هو عايش حياة حياة فيها راحة هو عايز بس يدخل يصلي والرب يستجيب لي ويعمل أمور من غير ما يبذل مجهود لكن الكتاب ما علمش كده ما علمش كده في حاجة اسمها أنا أدرب نفسي في حاجة اسمها أقمع نفسي أقمع نفسي أنا بدرب نفسي بعمل تريننج لنفسي عشان أخلق فيها حاجة معينة أنا متعود كل واحد يسألني أكذب ما أقولش السبب الحقيقي طب انا محتاج اقعد مع نفسي وادرب نفسي، انا ليه بكذب؟ وانا لو قلت السبب الحقيقي ايه اللي هيحصل؟ وهبتدي اجرب. لما تسالني النهارده انا كنت فين؟ هقول السبب الحقيقي، مش هتحصل حاجه. وتاني يوم لما تسالني اللي انت ليه عملت كده؟ هقول انا كنت خايف. انا انا غلطت. وتالت يوم هعمل كده. فمع اليوم الاول والتاني والتالت خلاص هتبقى عاده. ان انا اقول الصدق ما فيه فبقى في فضيله. مم. مم. ده 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 جانب يعني بس الجانب الاول اللي مش لازم ننساه انه الله عايز القداسه الاخلاقيه اه عايز القداسه الاخلاقيه بس مش من المعنى الضخم انا قلت لحضرتك في تدريبات مفيش حد فينا عايش مستوى القداسه الا الله عايزه بس احنا بنسعى انا بغير نفسي في الحته دي بغير نفسي في الحته دي طب في القرن ال 21 انا اقدر اكون مختلف عن الاخرين والا هبقى شاذ ما لا لازم تتكلم في وجهه نظر تانية برضه يعني هبقى شاذ هبقى مش طبيعي يعني مثلا الناس كلها يعني زمان مثلا يوم ما دخل التلفزيون بيتنا ابوي قلبها مناحه هي اختي اللي جابت التلفزيون يعني ما عمش يتفرج على البرنامج ولا لا لكن <applause> لكن ابوي قلبها مناحه يعني انا بتكلم بجد انا فاكر صغير فكان وكان ابيض واسود وكان حاجات كده من من 40 سنه خمسين حاجات جامده ومع ذلك يعني النهارده ما فيش بيت ما تلفزيون عايز اسال بقى حاجه ثانيه فدلوقتي تكون مختلف بتاعه ابويا غير كون مختلف بتاعه النهارده هي تغي... هو ده اللي لازم يتغير ولا المفاهيم كانت غلط وبقت صح اعتقد أعتقد. انت حضرتك عماله بتسالني بس هسالك برضه يعني اذا سمحت لي برضو. اعتقد الحاجه اللي احنا محتاجين نعرفها اختلاف آه. الازمنه يعني مش هي دي القضيه الكبيره لانه التلفزيون من سنين طويله لورا كان تطور تكنولوجي فظيع يعني حاصل آه. زي ما حصل التطورات دي اللي انا مهتم بيه ايه مش التطور نوعه ايه اللي بيحصل كيان الانسان في الوقت ده شكله ايه كيان الانسان نفسه شكله ايه؟ لا, لا بالراحه عشان انا ايه حاضر الموضوع اه يعني حاضر كيان الانسان بيتغير؟ حاضر يعني لا مش كيان الانسان هو واقف آه على انهي ارض؟ واقف على انهي ارض؟ مستوى النضوج الروحي والنفسي في حياته شكله ايه؟ اوكي هل اي حاجه هتحصل في الزمن ده هتغيرني 180 درجه؟ اه يعني وقت ابويا معلش انا هاخد ابويا مثل هو رقد يعني بس ان كان كان كيان الانسان يختلف عن كيان الانسان النهارده المحتوى الفكري يختلف اه يعني فكره زمان آه. غير الفكر النهارده تطور لكن, في لكن فكر الكتاب بقى أنا ده بقى على الكتاب الكتاب المقدس استاذي المشاهدين انا ده دستور ده, ده دستور, م. ده دستور. م. فهل الفكر هنا زي ما بتقول حضرتك ثابت؟ خلينا اوضحها اوضحها آه شويه انا عايش من عشرين سنه آه. تمام؟ في آه. بيت ما فيش تلفزيون آه. طبعا الكلام ده يعتبر الايام دي يعني جريمه ان انا اقول كده آه. <applause> بس انا عايش يو... من 20 يو... سنه يقول علي تخلف اه تخل. انا عايش عايش من 20 سنه وحد خد قرار يدخل التلفزيون بس انا في الوقت ده اللي انا عايش فيه انا مهتم بنفسي جدا من ناحيه ايه نضوجي النفسي انا بشتغل على نفسي كويس قوي شبع الروحي انا شبعان كويس قوي 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 اني النضوج بتتكلم على النهارده انا بتكلم على زمان او النهارده الاثنين يعني الاثنين النضوج النفسي والنضوج الروحي والنضوج الاخلاق اللي عندي انا واقف على حاجات ثابته فوانا واقف على حاجات ثابته هيجي متغير المتغير ده اسمه تلفزيون من عشرين سنه اسمه انترنت من دلوقتي اسمه مش عارف ايه دلوقتي ده متغير بيجي مين اللي مستمر الانسان وايه اللي جوه الانسان الانسان ده شبعان ولا مش شبعان الانسان ده قادر يحلل الافكار اللي جايه له ولا لا ولا هو متلقي عارف لما بيقول اطفال محمولين بكل ريح تعليم هي هي من عشرين سنه زي دلوقتي لكن وهي مليانه دلوقتي الصوت هيبقى قليل ال 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 الكيان الانساني ده فاضي ولا مليان ولو مليان مليان بايه بس في حاجه تانية هيك قلت سؤال جميل قوي انا في القرن الواحد 21 هل مفروض أبقى مختلف ولا لأ عايز أجاوبها بحاجتين هل الدافع وراء أن أنا عايز أبقى مختلف إيه هل الدافع هو لكي أكون متميز حدش زيي أنا مختلف أنا أكثر أصواما أنا أكثر أخلاق هو ده الدافع بتاعي الدافع ده بيعلي قيمتي أنا لكن في حاجة تانية أكبر بكتير قوي الحاجة الأكبر دي هل انا مختلف لاني اكثر اقترابا من المسيح اكثر تشبها مشابهين صوره ابنه فبالتالي انا مختلف واخد بالي حضرتك من الاثنين انا واخد بالي جدا أوه. احنا احنا دلوقتي عندنا ناس مختلفه بسبب التطرف الديني اه ناس مختلفه بسبب انها اكثر التزاما في حاجات كثيرة جدا لكن الناس دي بتتشاف في التزامها الشديد في إرادتها القوية مم. أنا عايز الاختلاف ده يطلع حاجة تلقائية كونوا مشابهين صورة ابنه أنا قريب مع المسيح أنا بحبه وهو بيحبني إحنا قريبين من بعض فهو طبع صورته فيا يعني طبع صورته فيا غير حاجات فيا كنت زمان أكثر احتدادا وأكثر غضبا لا دلوقتي أنا هادي شوية أنا دلوقتي بقدر أسيطر على نفسي ابتدى يطبع صورته فيا فبالتالي الناس هتقول الراجل ده مختلف الست دي مختلف، الولد ده مختلف. مش بدافع ان انا اكون اكثر تميزا فالناس يبصوا لي، دي حاجه حاجه طبيعيه تحصل وانا ماشي مع المسيح. <applause> طب يعني ارجع اقول برضه زي حضرتك ما قلت وانا سبتك توضح يا ساده المشاهدين من غير ما اقاطعك ان قضيه كونوا كاملين كونوا قداسين هي قضيه الاختلاف عن الـ عن ال عن, عن, عن الناس اللي حواليا مش للحب الظهور لكن مش للتميز لكن مش كنتيجة لكن كنتيجة, لكن هو سهل ولا صعب سكة طريق لكن سهل ولا صعب طريق عايز يتمشي الطريق ده يعني طريق لا بس لا مش سهل ولا صعب, يعني, ولا تمشي يعني ولا متمشيش ما هو حر يعني أنا قلت حضرتك الخطوة دلوقتي يا ولا بلاش دلوقتي نفكر في الموضوع لا نبتدي بس يا حر أسيس في حاجة انا لا اقدر اقول لا سهل ولا صعب لو قلت سهل هتغدي الناس لو قلت صعب محدش هيبتدي ده طريق زي اي طريق هتبتدي انا عايز ابقى زي الهي هبتدي الطريق ده بعد شويه هلقى نفسي مش عارف اعمل كده هقع هقوم تاني هلقاها صعبه هطلب معونه الهيه طريق طويل همشي ودايما دايما هرجع تاني زي قضيه الغفران المحيطين بيا هم اللي بيشجعوني اكمل فين مم. انا لازم دايما احط نفسي وسط ناس وسط مجموعه تقول كمل في الحته دي جنب طبعا حاجات الهيه تشجيعات الروح القدس اذا سقطت اقوم مش بس لما بعمل خطيه ده طريق ما اقدرش اقول لا سهل ولا صعب مم. مم. حقيقي طيب ما... طب خلاص قضيه ان الـ... احنا نكون مختلفين اعزائي المشاهدين الكرام لو عندكم اسئله الفيسبوك موجود والمواقع موجوده والتلفونات موجوده على الشاشه احب قوي تبعتوا رايكم في الكلام ده وتقول لي لو عايزني ارجع اسال الأسيس مدحت مره تانية او نعمل حلقه في موضوع حضرتك انت هتطرحه ما علينا جناب الاسيس نكون مختلفين هل يرى الاسيس مدحت في حياته الشخصيه مواقف كان فيها مختلف؟ ليه الاحراج ده بس مختلف للكويس مش للوحش ما حبش نتكلم عن نفسنا <applause> <applause> لكن في مواقف بنتحط فيها بنبقى مختلفين طبعا طبعا <applause> يعني انا مش علاقه بلاش مدحت او او سين او عين بس في مواقف الله بيسمح لينا بنوجد فيها بنكون مختلفين عن اهل العالم لالا واحد يقول لك مختلفين عن ايه مختلفين عن أهل العالم أهل العالم لهم إيه الذين لم ينالوا نعمة التغيير والخلاص تمام آه. إحنا سوصي. يمكن سوري فاهم عايز يمكن حق 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 أو أول مرة يتفرج لا أجاوب يعني. آه. حاجة يعني أتجاوب حاجة عن تخصني أنا في آه. آه. طبعا طبعا تفضل يعني, يعني عايز أقول لحضرتك حاجة آه إحنا في حياتنا بيحصل نوع من النضوج الروحي والنضوج النفسي مظبوط بس ده بيحتاج سنين عمريه يعني يعني النضوج الروحي ده ما بقدرش اقول يلا انا انا ناضج روحيا ولا نفسي بيحتاج سنين تعليم وخبرات وتدخل آه في طبعًا حاجات كتيره طبعًا. جدا مم. ربما الحته اللي انا اختلفت فيها اني يعني اني كنت سريع الغضب مم. مم. وربما الحته دي اني كنت اشعر ان الله عاجز لما حد يسيء ليا فكنت اتمنى الانتقام كنت في بعض عصبي المر... حضرتك عصبي غضوب عصبي عصبي و ودلوقتي انت مش عصبي أه نص نص ثلاثة طيب. <تلت> اربع كده تخلص الحلقه وان شاء الله ما عصبي فاعتقد ده تغيير حصل من 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 حاجات كتير عوامل كتيره خبره الحياه خبره السنين القرب آه 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 من كلمه ربنا طبعا انت عارف طبعا اي حد وهو في سن صغير بيبقى مندفع طبعًا والاندفاع طبعًا. ده في المشاعر والمشاعر دي منها الغضب منها الاحتداد إزاي كمان الواحد يدرب نفسه إن لو عندك قدرة إنك تنتقم لنفسك في موقف أن لا تنتقم. ده تدريب ده تدريب كبير جدا. شوف إحنا بنقول إغفر وسامح بس السؤال بيجي لو أنا عندي قدرة أرد الحاجة هعمل كده ولا لأ؟ وأنت عارف الإنتقام مش بس إنتقام مادي، الإنتقام ممكن يبقى إنتقام معنوي. ممكن انتقام بطرق ماكرة جدا ما تظهرش عارف زي الضرب أيوة. على الحزام ولا تحت الحزام لكن ازاي ادرب نفسي اني لا انتقم حتى لو في قدرة ايدي ان انا انتقم لا ما اعملش كده هفضل اقول لا انا مش هعمل كده همشي الطرق المسيحية ده نوع ان انا بلجم نفسي بمسك نفسي انت عارف مرات النفس بتبقى مندفعة جدا جدا والشخص يجد الراحة لما يحس بنفسه اعتقد أوه. يعني دي حاجات من حاجات اللي... لا جميله قوي يعني شيء حلو لما الواحد يقول يقر ان هو كان عصبي و لا ده جميل جدا وده يدي امل للمشاهدين العصبيين لا <applause> اني اه إني, اني انت عارف احنا شعبنا من الحر مم. بيبقى عصبي قوي <applause> والزحمه <والله تصفيق> والزحمه فعلا انا ساعات بشفق على الناس لاني احنا جونا ودنيتنا كده يعني طبعا. لكن نشكر رب ان الله بيدينا امل طبعا. في التغيير طيب انا عايز امسك قضيه تانية وهي قضيه صعبه انا اشوفها صعبه وهي محبه الاعداء انت اخترت اتنين اخترنا واحده بقى ما ينفعش <applause> <applause> تقعد تختار لوحدك محبه الاعداء انا اشوفها مستحيله طب نروح للفاصل ونعود عشنا معاكم في برنامج جي وقتك اختبارات جميلة قوي سمعنا قصص رائعة جدا لناس فعلا لمست معجزات كتيرة قوي في حياتها فعلا الناس كتير قوي لمست شفا ولمست حل مشاكل وكان وقت فعلا لربنا ان يظهر ذاته في حياتهم انا بشجعك قوي انك تشاهد برنامج جي وقتك وتثق ان وقت ربنا في حياتك جاي ان يعملك المعجزه اللي انت فعلا محتاج لها لذلك ادعوكم ان تشاهدوا برنامج دي وقتك على قناه الكرمة كل يوم خميس الساعه 9:30 مساء بتوقيت القاهره ومن هنا يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص اهلا وسهلا بكم مرة تانية اعزائي المشاهدين مع برنامج وقتك ونكمل مع ضيفنا الكريم الاسيس متحت وديع أنا بيك اهلا وسهلا بك مرة بيك. تانية أهلا بيك. آه اسيس مدحت حضرتك يعني هنيجي القضية شائكة جدا وبالمناسبة هي مش شائكة بس هنا في بلادنا في شمال افريقيا والشرق الاوسط شائكة ايضا في شمال امريكا في اوروبا وغرب اوروبا لا شائكه شائكه مع الجنس البشري عامه الكتاب المقدس الكتاب المقدس بيقول هنا حبوا اعدائكم باركوا لعانيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم يسيئون اليكم انا اشوف دي صعبة جدا يقول لي بقى هنعمل ايه؟ يا اما نركن ده على جنب ونقول له شكرا ونشوف لنا كتاب جديد يقول اقرأ عدوك ولا تحسن الى بل اشتكي في المحاكم وانتقم حتى الموت. نعمل ايه؟ يعني طبعا لازم نقر احنا مش هناخد منهج كل حاجه سهله وكل حاجه متاحه لكنها صعبه جدا يعني انت صعبه جدا طيب جدا طيب واعتقد <applause> اخيرا هنتفق <applause> <applause> احنا ما اتفقناش قبل كده <applause> يعني صعوبه كبيره أوي يجدها ناس كتير سواء خدام او مؤمنين او ناس عاديين او او في في محبه الاعداء ده حقيقي يعني بس خلينا يعني ايه نفصلها كده نحطها يعني دي موضوع كبير خلينا ناخد عنصر عنصر رقم واحد هل أنا مطلوب أحب العدو؟ هل أنا مطلوب أكره العدو؟ هاخدها من منظر تاني لما أنا بعمل خطية هل الله يحب الخاطئ؟ جاوبني يا الله بيحب الخاطئ؟ الله يحب الخاطئ بيحب الخاطئ هل الله بيحب الخطية اللي بيعملها الخاطئ؟ لا طبعا خلينا نطبق نفس المبدا على الاعداء الاعداء دول يتبنوا شر صح او من وجهه نظري انا على الاقل اللي بيعملوه ده شر هل انا مطلوب احب الشر بتاعهم لا انا ضد الشر يعني الله والكتاب بيعلمني ان لا افعل الشر لا افعل الشر فبالتالي ازاي ازاي انا احط نفسي في كونفليكت كده صراع ان انا عايز أرفض الشر في حياتي وعلاقتي مع الله وأقبله في الآخرين إذا رقم واحد في محبة الأعداء أنا أرفض الشر اللي عند الأعداء أرفض الشر أيا كان نوعه أيا كان نوعه وأنا نفسي آجي يعني لحتة كده ما يحدث في الدول العربية وفي بعض البلدان والأمور دي كلها فأنا أنا الشخص العدو اللي يتبنى شر ضدي انا شايفه من اكتر من زاويه رقم واحد ارفض الشر بتاعه رقم اتنين اصلي ليه ليه لايه لايه ايه نوع الصلاه اللي انا اصليها له مش حضرتك شايف انه الشخص اللي يتبنى الشر ده بحسب وصف الكتاب انه ابليس اعمى اذهان غير المؤمنين مه. فانا الصلاه اللي برفعها للعدو اللي يتبنى طرق الشر ان افتح عينيه يا رب افتح لما تفتح عينيه الامور هتختلف كلنا قرينا مثل من الكتاب المقدس عن شاول قد ايه جرجر جر ناس قد ايه اهان ناس عارف يعني ايه يدخل بيوت ويجرهم عارف يعني ايه؟ آه آه يعني عارف يعني مثلا آه يعني يجر اب قدام اولاده المهانه اللي حصلت ايه؟ ناهيك عن القتل والتعذيب ده كله عمله شاول لكن الله رفض الشر اللي في شاول لكن كان عايز شاول نفسه الشخص فانا محبتي للاعداء وصلاتي للاعداء انا برفض الشر بتاعهم مم. صلاتي من ناحية افتح عينيه عشان يميز مم. وطبعا ال ال العدو انا مش بقصد بيه ال الناس طب انت, انت كده بتصلي عشان يتفتح عينيه وبتصلي عشان ما يغلطش فيك تاني وبتصلي عشان ما يبقاش ع... بس انا لسه ما جيتش للنقطه بيقول لك حبوا ما قالش صلوا اظن يا حضره القسيس حتى ما قالش اغفروا تصور بقى تمام تمام اظن انه هذا النوع من المحبه يعني عدم الانتقام بيقول. لكنها لا تعني محبة المشاعر والعلاقة الحميمة. آه في فرق إن أنا أنا بحب مم. أولادي محبة يعني يعني لي بالترجمة اللي هي لا تعني المحبة المحبة. طبعًا ما تعنيش الحب لكن تعني عدم الانتقام. إزاي؟ يعني خلينا بس نفكر فيها بالعقل. يعني واحنا بن, بن بنقرب انت بتغير دلوقتي الثوابت خلي بالك يعني أش... اتمنى اغير ثوابت خلي بالك اتمنى اه عشان ما حدش بس ايه <applause> يهاجمك دلوقتي انت بتقول احبه ما هياش الحب الحب اللي احنا بنتكلم اللي هو حه ب تمام تعالى تعالى احرق آه. حد حد بس بالراحه كده حاضر. 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 انا بتكلم بسرعه شويه لا 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 مش فكره سرعه فكر في اللي حضرتك هتقوله لان بيتفرجوا على ناس برضو يعني بيبقوا مستنين اي غلطه تعال ناخدها واحدة واحدة اه اتفضل آه، حضرتك ليك عدو بلاش حضرتك انا لي عدو او حضرتك ليه لا آه، لا تمام آه. ليك عدو اي آه. وهذا آه. العدو يصنع لك شر آه. بيصنع لك شر اي آه. وانواع الشر كتيرة جدا آه. هل انا اطلبك حب عدوك فاخرج اتمشى انت وهو لا طبعا ده بيحصل لا مستحيل تمام مستحيل. لكن انت حضرتك بتخرج مع اي حد بحبه ولادك اه يا زوجتك اه وتقعدوا تتمشوا بلقاء هادئ فهنا المحبه لا تعني ابدا ابدا علاقه حميمه دافئه مع العدو ابدا لكن تعني اني اقبل هذا الشخص كانسان واحجم نفسي ان انا لا انتقم منه لا انتقم منه طب قولها الجمله دي تاني كده قولها تاني تعني لا تعني وتعني <تصفيق> <تصفيق> يلا مش هعرف اقولها تاني لا قولها أيوة لا تعني لا تعني, إن لا أنا... تعني علاقه أيوة. حميمه دافئه آه. مع العدو لكنها تعني ان آه. انا احجم والجم نفسي عن الانتقام من العدو متى كان هذا في قدره يدي لا تجي... مش هو قال لا تجازوا عن شر بشر تمام اعطوا مكانا للغضب هو شر العدو ما بيخلينيش متضايق جدا لا هتضايق جدا لما يبقى واحد في مدرسه واحد منتظر ترقيه ويحصل شر يحصل مؤامره شريره ويتحرم من الترقيه هل اطالبه انه خد الناس تاني بالحب مش هيقدر يعمل كده لكن هو قابلهم كناس مخلوقه على صوره الله ده القبول الانساني آه. قبول الانسان لكن رفض للشر رفض للشر واتمنى ان الاشخاص دول ما يكرروش الاعمال دي تاني طيب الاسيس مدحت وديع نخش بقى في الواقع شوي لإن الكلمة اللي أنت قلت من الأول مش عايزين شعارات فاللي أنت قلته ده من شوية ده ما كانش شعارات لا تعني أحبوا عدائكم لا تعني علاقة حميمة يكون بيني وبين عدوي علاقة حميمة دافئة يعني علاقة بلاش حميمة ده ده بلاش حميمة دي كلمة <applause> مش كويسة ماشي دافئة <applause> علاقة دافئة ماشي أنا بقول وراك مش دعوة <applause> علاقة دافئة طيب آه السؤال القسيس مدحت احنا قلنا ان ما فيش واحد ما بيبقالوش حد زعلان منه تمام آه مش عايز اقول كلمه عدو دي او عدو ايا كان مم. هل مريت حضرتك بظرف خاص في حياتك وانت راجل ريدي الشعر الابيض بدا يبان يعني بدا عندك خبره جميله في الحياه ومتزوج وتعول ف و... و... وراعي كنيسه المهم يعني هل مريت بحد انا مش بقول لك هتقول مين ولا فين دي امور لا لا, لا ندخل فيها لكن مريت بحد قعدت انت ومراتك واقريته ان ده عدو اقريته كعيله او انت واخواتك اقريته ده عدو هل هذا حدث؟ حدث بنسب متفاوته لكن نسبه فيهم آه لكن, لكن ما, ما وصلتش للعداء الحقيقي يعني, آه يعني, يعني واحد ضد بلاش مم. نقول حطها تحت اي كلمه حضرتك مم. مم. يعني ما وصلتش كيف تعاملت مع هذا الموقف؟ هضرب مثل بسيط جدا اه وانت في سن مبكره اي واحد فينا في سن مبكره من حياته هو شاب مثلا صغير آه. حد اساء لي جدا واظهر شرور كثيره جدا مم. وانت قابلته بعد عشرين سنه بقى عنده في الشارع مثلا خمسة وسبعين سنة وماشي على عصاية وبيعدي شارع هتتعامل معاه ازاي؟ اتوقعه أنا... لا انا اعديه بصراحه هتوقعه ولا تعديه؟ هو لا انا هعديه طبعا هعديه اه لكن ان جاء عدوك اطعمه ونعاطش ونفاسقيه. وما عرفش يعدي الشارع عديه. عديه. <applause> <applause> لا جد بجد. اه فعلاً. انا ما عرفش يعدي الشارع عديه ان كان واقف في الطابور وتقدر تقف مكانه اعمل آه. كده. تمام؟ اظهر الرحمه، اظهر الرحمه في الوقت ده، اظهر الرحمه. لكن السؤال السؤال تاني الجزء الثاني. اه هتتعامل معاه ازاي؟ ما انا بقول يعني السؤال انه في حاله العداء خلي الانسان دايما دايما عنده مشاعر نفسيه جسديه مشاعر هي مشاعر سيئه تنادي بالرغبه في الانتقام عين بعين وسن بسن المجتمع كله عايش كده لكن انا بقول لا مش عين بعين بسن وسن بسن انا بقبل الشخص انا برفض شره في نفس الوقت بصلت تتفتح عينه في نفس الوقت بحاول احمي نفسي منه دي الحكمه بقى يعني برضو تاخد جنب يكونوا حكماء كالحياة يعني انت مع الشعار يقول الاختصار عبادة مش على طول يعني دايما التطرف في تطبيق الشعارات دي خاطئ يعني مش كده برضو؟ اه دايما خاطئ يعني, يعني لان اختصار عبادة ده خصام ده انت هتختصر الناس كلها اكيد <applause> لا صحيح فعلا ناس كتير يقول لك يا عم اختصار عبادة والباب ليجي من الريح سد واستريح دي يقول لك كده ده البعد عن الاعداء والبعد عن الناس اللي تكرهنا وكده يعني ده اسمه طلب السلام بطرق خاطئه. يعني ان انا 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 بس بطلب السلام على حساب حاجات كتيره جدا مع عدائي اه اه, آه لكن في نقطه تانية عايز اقولها لحضرتك يعني انا بقبل الشخص العدو بقبله في الانسانيه بس اقر انه هو اعمى يحتاج الصلاه عشان تتفتح عينيه انا برفض شره لكن في حاجه بعيده عني ماذا إذا استمر العدو في الشر؟ هعمل إيه؟ يعني إيه التصرف اللي أنا أعمله؟ أنا قابله أنا عارف إن ده شخص إنسان وأعمى ويتبنى طول، ماذا إذا استمر في الشر؟ الكتاب علمنا إيه؟ مش قال لا تجازوا أحد عن شر بشر؟ مش هنتقم، مش هجاز عن الشر بالشر. تمام؟ والناس الموجوعة من شر الأعداء مرات كتير بيبقى عندها رغبة في الانتقام. بتبقى جامعة. حتى لو ما تحولتش الى افعال بتبقى موجوده جوه. انا اظن انه اللي علمنا الكتاب الخطوه الرابعه في محبه الاعداء لا تنتقموا اعطوا مكانا للغضب للنقمه انا اجازي يقول الرب. اذا استمر العدو في شره ومكمل انا برفع قضيتي لفوق اتعامل انت يا رب. انا مش عايز اعمل الشر، انت علمتني لا تجازي عن شر بشر. ان جاء عدوك فاطعمه. لكن انا انا بطعمه هو مستمر في الشر انا بطعمه هو مستمر في الخداع انا بطعمه هو كذا في وقت محدد انا برفع القضيه لفوق اتصرف يا رب ودي حصلت في الكتاب المقدس حصلت تتخيل حضرتك مش عارف اقول المثل ده اخلف آه لا فضل 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 وقت السبي وقت السبي البابلي آه. لما جينا بوخذ نصر لشعب اسرائيل شعب اسرائيل راح جيري استخبى في البيوت واللي جري في حته فيها كهف واللي جري في جبل و و و وهم الاعداء اللي داخلين دول داخلين في الحتت دي مش م. عارفين ده بيته فين هو داخلين على الشوارع والبيوت كان في شعب تاني ملاصق لشعب اسرائيل اسمه ادوم ده شعب انت عارف الشعب ده عملوا ايه في الوقت ده انتوا جايين عشان تمسكوا الناس دول وتعذبوهم من عينينا من عينينا احنا هنخدمكم خدمه العمر احنا هندلكوا على الاماكن بتاعه الناس دي انت دخلت بيته ما عرفتوش هو مستخبي في الجبل ده تمام؟ الله يفتكر لشعب ادوم الحاجه دي ما ينسهاش ما يعديهاش لا طبعا تمام؟ وجي وقت عاقبهم بنفس الطريقه قال لهم فاكرين زمان لما عملتوا في في شعبي كذا وكذا وكذا عاقبهم بنفس الطريقه ده اسمه لين نقمة انا اجازي يقول الرب دي رابع خطوه في التعامل مم. مع الاعداء لا تعني محبه الاعداء بل هل انتظر الانتقام؟ مش على طول. طب انا كانسان كبشر مت... يعني متوقع الانتقام ده كل يوم يعني من الله انه ينتقم من اعدائي انا اتوقع براحتي الله ليه وقته. الله الله مش هيتحرك بس مشاعر الغضب والانتقام جوايا بقى هيعالجها الله. يعالجها اه ق قد يكون العلاج بتغيير الشخص نفسه. فعدو الامس يصبح صديق اليوم. انا لسه كنت أسألك هل ممكن لعدو ان يصبح صديق لي في المستقبل ودي معجزه الهيه يعني المثل اللي بيقول ما فيش محبه لا بعد عداوه <تصفيق> <تصفيق> دي ايه دي انت حضرتك جاي على الامثال أنا على طول <applause> لأ, <بجد منهم> <applause> لا يعني يعني انا ساعات افتكرها وساعات يعني ده ده معنى ايه اللي هي ايه ما بعد محب ما, ما فيش محبه الا بعد عداوة. عداوه وارد جدا ان العداوه تحصل لاسباب كثيره جدا مش لصنع الشر واضح العداوه تحصل لاختلافات في الشخصيه الكيمياء مش ماشيه المواقف الشلل اسباب كثيره جدا ممكن تصنع عداوه بين الناس لكن لما تسقط الاسباب دي انتهت العداوه او لما الشخص يتغير او لما انا اتغير انا اذا ليه؟ اذا ممكن هذه القضيه تنتهي واجي اقول حبوا اعدائكم باركوا لعنيكم طبعا عليكم. لازم تنتهي يعني ممكن لا يعني خليني اتوقع دايما اللي حضرتك بتقوله اتوقع دايما أن عدو اليوم يمكن أن يصبح صديقا في المستقبل. خلينا نحط حاجة حلوة في العداء يعني. فضل. محبة الأعداء. فضل. محبة الأعداء لابد أنها تبقى بين طرفين ولا هي بين طرف واحد. بين اثنين. بين اثنين. لا فيش حد هيعادي نفسه يعني. طبعاً. تمام؟ فليه أنا مفترض إني كل الشر في العدو ما ممكن أنا أبقى غلطان. مهم. جزء من جزء من من من, من إنهاء العدوات. انه بيبقى بيحصل عندي انا نفسي تغيير تغيير في نظرتي لامور كتيره تحليلي لامور كتير فيحصل عندي تغيير بنسب ممكن تبقى انا النسبه القليله مثلا او الكتير يحصل في عدو تغيير فيراجع نفسه فيتغير تسقط الحاجات اللي سببت العداء ينتهي العداء فلما تسقط خلاص العداء ينتهي, ينتهي. وجايز يو جدا يبقى صديق يعني لاحد الطرق لكن اذا استمر العدو في شره وانا مش عايز واستمر أعمل. في العداء ليك والتخطيط واستمر في الايذاء والمؤامرات ولو التخطيط بقى والمؤامرات هنا 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 ما فيش وقى. اي اي يعني مشكله ان اقول له يا رب انا مش اجازي مش هعمل بس القضيه اتصرف انت اتصرف لكن هذا لا يعني الضعف لا خالص ده يعني قوه <applause> هو القوي القوي مش هو اللي ياخد الحاجه الاعلى <applause> يعني أنت دايماً حضرتك القوي هو اللي يبقى هادي هو اللي يبقى صامت شوية هو اللي ما بسرعة إنما سريع النرفزة سريع الغضب سريع اللي عارف إيه ده هو الضعيف أنت القوي أنت القوي <applause> اللي يقدر ما يعملش حاجة أنت القوي <applause> فدي دي القوة مش طبعاً طبعا, طبعا, طبعاً طيب خدنا قضية الغفران وقلنا نقدر نعيشها في القرن الواحد وعشرين بالخريطة اللي حضرتك قلتها لنا خدنا قضيه كونوا قدسين وممكن اكون مختلف بالطريقه اللي حضرتك شرحتها لنا وخدنا قضيه حبوا اعداءكم وبالتبسيط اللي حضرتك قلته انا عايز اخد قضيه تانية خطيره واختم بيها اتفضل ينفع اتفضل بس بقى انا عايزك بقى تكون بجد عايزك تكون صريح بقى الله يخليك يا شيخ الله يخليك انا عارف انك قسيس وكل حاجه على أنه والراس مش بعتبر نفسي قسيس يعني. <applause> بس بجد يعني ايه يعني خلينا في قضية انا عايز اتكلم عن قضيه المراس هنا في الكتاب المقدس الجميل او اللي دستورنا في الحياه بيقول ان اذا سخرك كميلا امشي معه اثنين واذا طلب منك الثوب اعطي له الرداء فالسوء هو الميراث. مين <applause> اللي <applause> قال كده؟ طيب معلش معلش. ما انا هديك فرصة تدافع عن نفسك. <applause> بس قضايا الميراث حالياً في بيوتنا كمسيحيين ومؤمنين نقول يا جماعة الكتاب المقدس سيب حقك اتظلم ما يهمكش اخوك لحقك ولا يهمك والكلام من ده. والوعاظ والناس و... اه كده يعني وعيب ربنا يجيب لك حقك يا شيخ اسكت كده يعني تمام ايه رايك رأ... يعني ربنا يسامح الوعاظ <applause> ربنا يسامح <تصفيق> 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 ربنا يسامح الوعاظ بقى الجديد ايه او اللي انت عايز تقوله ايه خلينا ناخدها برضو آه. <تصفيق> واحده واحده <applause> ماشي بس باقي لك سبع دقائق إيه؟ <applause> لا ده كويس قوي ماشي <applause> اه كويس <طلعي>. خلينا اقول <applause> قضيه الميراث بتنشا من ايه اه إيه النشأة بتاعتها؟ ليه بتنشأ إن في قضية للميراث؟ اثنين إخوات معروف، احنا طبعًا عندنا في المسيحية البنت زي الولد. في الميراث. صح ولا لأ؟ لا أنا بسأل. لا فرق بين ذكر وأنثى. أنا معليش بنات، لكن البنت زي الولد؟ البنت زي الولد. تاخذ زي الولد. تمام، دي أحد القضايا اللي حاصلة من بداية التربية والتعليم. يعني ياه. في ناس آه وفي بيوت مسيحية بتنفذ الكلام ده؟ طبعًا، طبعًا. يقول لك البنت دي مسيرها تتجوز انا اعمل لها ايه؟ الولد هو اللي بقي لي ولا لكن ده تعليم غلط ده تعليم غلط لكن التعليم الصح ان البنت تساوي الولد زي في الولد زي الولد في كل حاجه 100 100 في كل حاجه حتى في التعليم حتى في التعليم في ناس بتدخل ولادها مدارس معينه علشان دول ولاد البنت لا انا اعلمها ليه واصرف عليها ليه؟ انا حاجه بسيطه كده وتروح آه, اه يعني انا بهتم ببنتي حتى نهايه العمر والناس المستنيره هي بتعمل كده ده 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 في القضيه بس خليني اقول قضيه الميراث نشات من ايه؟ مم. رقم واحد ايه اللي بيخلي شخص يجي على اخوه او يجي على اخته وياخد اكتر من نصيبه؟ هل لانه محتاج؟ لا مش محتاج. ليه مش محتاج؟ لانه خد جزء من الميراث. في بعد تاني اسمه طمع الانسان. صح ولا لا؟ مم. هل الانسان مش طماع؟ لا الانسان طماع. الكتاب المقدس وصف الطمع بانه ايه؟ عبادة أوثان صح؟ مه. لا تكونوا طمعين لأن الطمع هو عبادة أوثان هل حضرتك عايزني أقبل في أخويا أو في أختي عبادة الأوثان اللي هي الطمع وأوافق ولا أقاوم العبادة دي ولا أقاوم الطمع ده وجهة نظري لا أقاوم أقاوم أنا بحب أخويا بس بقول له أنت طماع أقول أخ... له آه أنت طماع انت طمع انت واخد حق اختك انت واخد أو حق, حق, حق أنا. أنا اخوك أو ممكن يكون هم او أولاد. انا واخد حق اختي او انا واخد حق اخويا انا ده اسمه طمع طمع المسيحيه ايه هو العدل يا حراسيس ايه هو العدل ببساطه شديده سواء في الميراث العدل ان تعطي كل انا بس دي باللغه العربيه كل ذي حق ايه حق العدل العدل ان كل واحد يتحط في المكان بتاعه لا ادي واحد اكتر ولا ادي واحد اقل ده العدل ده المفهوم الغائب عكس العدل الطمع انا عايز اجيب كل حاجه الناحيه دي طب الكتاب قال ما تكونوش طمعين الطمعين لن يرثوا ملكوت السماوات الطمعين عباده اوثان فانا بقاوم الطمع فلازم لازم وطبعا الطمع بيبقى مصحوب بقوه وانت عارف حضرتك القضايا بتاع الميراث دي صعبه جدا لكن انا شايف في قضايا الميراث أنا بتمسك بحقي إنما يعني حضرتك تقول دلوقتي لو قضية أنا أنا دلوقتي لا 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 عشان حبل أفكارك بس لا عايز تقول موجود موجود طب قول قول عايز تقول إيه؟ اتقطع خلاص الحبل الحبل اتقطع طيب هقول لك على حاجة يعني مهمة قوي إن دلوقتي لو حد بيتفرج علينا وهم اتنين إخوات أنا بتخيل انا ما اعرفش احنا الاف بي... بيتفرجوا علينا مم. فلو حد من اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي اه اتنين اخوات واحد واكل التاني في حقه رجع الحق طب ما رجعش الحق اخده المحكمه في سؤال جيم جواب طبعا بص خلينا ولا مش عايز تجاوب لا 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 زي ما تحب على فكره لا لا انت ليك حريه تقول انا ممتنع عن الاجابه لا مش ممتنع عن الاجابه عطفظ. بس خليني ارجع تاني مش عايز تكرار الكلام ان قضيه الميراث تنشا من الطمع الانساني والكتاب المقدس وصف الطمع الانساني بانه عباده اوثان ولا طمعين يدخلون ملكوت السماوات تمام في سفر الرؤيا قال لك الطمعين هيبقوا بره 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 السماء آه. دي حاجه يعني بتاعه الطمع الحاجه الثانيه يعني ما زلت حضرتك بتحطها في قضيه الطمع طبعا طبعا هي طمع طبع. طب اوكي اخويا طماع وخد حقي السؤال ارجع مره تانية هل اتخذ معاه الاجراءات القانونيه ام لانه أخوي اتنازل هو ما تنازلش ليه عن طمعه ده السؤال ليه ليه دايما انا هاجي ناحيه الشخص المظلوم واقول له تنازل حضرتك قلت مثل ده اللي عايز ارجع له من سخرك ميلك فامشي معهم مين من طلب الثوب فاعطيه الرداءه اظن ان الكلمه دي بتطالبك بطول الاناه طول الاناه ودي حاله حاله مش مش فعل طول الاناه واحد ماشي معاك انا هطول بالي انا عندي طول الاناه وانت عارف ان طول الاناه ثمر من ثمار الروح القدس يعني الواحد الطبيعي ما بيقدرش يعمل كده فعايز افصل الثوب والميل عن قضيه الميراث انما اعمل ايه مع اللي ظالمني أعمل إيه مع العظيم؟ سواء ستات أو رجالة. رقم واحد أنا محتاج أعلن القضية لناس برة. يعني لو أنا أنتمي للكنيسة، يعني اتعلمنا من رسائل الرسول بولس إن الكنيسة هي المفروض تبقى المحكمة. الكنيسة آه صح آه كده؟ آه هي اللي تحكم. بس الناس ما بتقبلش، يعني يقولك لك لا مش مش هنفذ، إما شديد الطمع، شديد أي حاجة يعني. فأنا بعلن الأمر. يعني يعني في ناس بتاخد سكه ايه؟ داري على الامور، ده هو ظالمني ربنا يجازيه. ربنا هيجازي اه. لان دي خطيه ما 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 تعديش يعني. لكن انا محتاج امشي الطرق. اشوف حد في الكنيسه. اشوف ناس في الكنيسه، اقول لهم انا مظلومه في الامر ده وانا محتاج تدخلكم. اذا الطرف الثاني ظل في عناده ليه ملجاش للطرق القانونيه؟ ليه ليه ملجاش للطرق القانونيه؟ انا بخاف على ايه؟ انا بخاف على ايه؟ وبهدوء أنا آه من عايز أسأل السؤال وأسأل الناس كلها أنت خايف على إيه؟ خايف أن أنت علاقتك بأخوك أو بأختك تتقطع ما هي مقطوعة أنت هتبقى عايش في مرارة وما يجي يزورك في البيت أنت قاعد بتقدم له الشاي ولا حاجة ساعة ولا مش عارفين وإنت جواك مرارة للصبح وحواجز للصبح نفسية وروحية أنت بتمثل نزل القناع هتلقى نفسك متدايق وكاره وتعبان جدا ليه التمثيليات الكبيرة دي؟ ما تخلينا نواجه الواقع ونقول إيه انت ظالمني والعلاقه مقطوعه نتيجه ان انت ظالمني خلاص يبقى لازم الحق يرجع مم. هو يسوع قال ايه مش دايما كان يقول آه. الحق الحق اقول لكم أسس مدحت الكلام اللي قلته ده كلام جميل جدا ويمكن سنة المشاهدين يقولوا طب ايه راي الاسيس سمير <applause> يمكن يسالوا السؤال ده لكن <انسيك> لكن انا بحبك <تصفح تصفيق> طب ايه رايك راي حضرتك ايه لا حقيقي انا فعلا لو يعني لو الراي اتقال انا معاك اجرب مره واثنين وتلاته وخلي كنيسة تتدخل في الامر ولكن الكنيسه دخل في الامر وراع الكنيسه دخل في الامر ووصل لها الدرجات او عندها خلصت خلاص يبقى اضطر التجاء قانوني وبسلام وبهدوء طب عايز احط قدام حضرتك عباره هل آه. اقدر اقول ها آه طبعا طبعا اتفضل لو في اخ طماع وظالم اخوه او اخته او بيته هل المشاعر الانسانيه تقول انك ترى اخيك او اختك في احتياج شديد وتغلق احشائك مش الكتاب علمنا ان المحبه اذا كنت بتقول انا بحب الله في السماء ودي بتقولها طب اخوك اللي جنبك بتحبه ولا مش بتحبه؟ مم. وكمل وقال ان نظر احد اخاه محتاجا او اخيه محتاجا مفعول به اخيه محتاجا واغلق أحشائه هو مش ده اسمه اغلاق احشاء؟ مش ده اسمه قسوه؟ انا عايز ابارك القسوه وعايز ابارك الطمع؟ لا انا مش عايز اعمل كده مش عايز اعمل كده مم. مم. كلام جميل جدا و... كان وقت رائع جدا وعدى بسرعه رغم ان ما فيش تليفونات <applause> لو في تليفونات اعتقد كناش استمتعنا بالتعليم الجميل ده قوي انا بحب التليفونات جدا بالمناسبه ان شاء الله تجيبك معانا مره ونستقبل تليفونات من الساده المشاهدين اتكلمنا في قضايا جميله اعزائي المشاهدين الكرام لو عايزين تسمعوا الحلقة دي تاني بتبقى موجودة على اليوتيوب موجودة على الفيسبوك موجودة على الموقع لبرنامج جواتك يعني هتقدر هتقدر طيب أنا بشكرك جناب الأسيس جدا ربنا يباركك وربنا يستخدمك أكتر انت شخص رائع في المسيح شكرك انا بشكر أ... حضرتك للوقت ده وتحت لي الفرصه اني اتكلم لا ربنا يبارك خالص خالص طيب أعزائي المشاهدين الكرام احب اسيب ليكم فرصه في اخر الحلقه ان لم تتعرف على المسيح بعد ولم تقبل المسيح مخلص شخصي في حياتك فبرنامج جه وقتك يعطيك هذه الفرصه الان انك تسلم حياتك للمسيح واقرا يوحنا صح ثلاثه وإذا عايز حد يساعدك اتصل وفي فريق للمتابعة هيقدر يساعدك ويصلي معاك لكن بديك فرصة أنك تصلت يا رب أنا بديك حياتي النهاردة فإذا كنت عايز تعمل كده غمض عينك ثانية كده وصلي معانا يا رب أنا بشكرك أنك أنت خلصتني ومت لأجلي وصليبك يا رب أنا بقبل عملك الكفاري على الصليب وبسلمك قلبي وحياتي كلها في اسم المسيح آمين إذا أنت صليت معنا هذه الصلاة وعايز كتاب مقدس إتصل بينا تواصل معنا وممكن نوصله لك في أي وقت وفي أي مكان إلى أن نلتقي بك الأسبوع القادم مع حلقة مميزة جديدة أترككم جميعا في رعاية الله.